السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع الذكاء الصناعي بيعمل السبتايتل. أداؤه أفضل بكتير من المواقع اللي جربتها اللي بتدعي إنها بتعمل نفس الحاجة. كل اللي عليا إن أنا هختار الفيديو اللي أنا عايز يكتب لي السبتايتل بتاعه وأقول له دي أنهي لغة، العربي. هنا في كذا مديول ممكن تشتغل بيهم، وهنا لازم أقول له ترجم لي للغات أخرى لو أنا عايز يجيب لي الإنجليزي والفرنساوي والألماني. هيبدأ يجيب لي الفيديو اهوت، وهتلاقي الترجمة بدأت تظهر، وتقدر ان انت تشوف لغات اخرى. طبعا في كلمات تبقى فيها غلطات، عندي هنا العربي والانجليزي والفرنساوي والجرمن والسبانيش والروسي الصيني ياباني جابانيز سيربيان. طيب ممكن اقول له اعمل لي داونلود للعربي، تمام ده العربي اهوت. اروح بقى بعد كده على مثلا يوتيوب ستوديو واقول له انا عايز الترجمات، وهبدأ ارفع الفيديو، ارفع السبتايت بتاع الفيديو، اقول له تحميل ملف، وهقول له الفيديو بتاعي اهو في الداونلود. خلاص، في طبعا محرك بحث مش محرك بحث. تمام، طيب بعد كده هقول له نشر واحمل الباقي بقى. في اكيد غلطات بنراجع عليها، يعني قبل ما بننشر بنبدأ نراجع على الكلام كله، نقراه كده مرة نتأكد ان في اي كلمة غلط نشيلها. طيب عايز اقول له بقى اضيف لغة، واقول له ان انا عايز مثلا الانجليزي. وهروح هنا واقول له حمل لي الانجليزي. انجلش، اروح بقى على ترجمة الفيديو واقول له اضافة. طبعا انت ممكن تترجم العنوان سواء جوجل ترانزيت او حاجة، ممكن تقول له ترجمة تلقائية هياخد العربي. خلاص، اصعب حاجة ان انت حولته عملت سبتايتل وظبطت التواريخ والحاجات دي كلها. ممكن اقول له تحميل ملف واروح محمل الانجليزي. بالشكل دوت طبعا الكلام غلط. تمام، بنراجع بس على الكلمات، وكذلك بقية اللغات تقدر انت تضيفها، فده هيزود عدد الزوار عندك.